عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من رعى حق أبويه الأفضلين محمد وعلي لم يضره ما أضاع من حق أبوي نفسه الدنيويين وسائر عباد الله، فإنهما محمدا وعليا يرضيانهم بسعيهما. عن إمامنا موسى بن جعفر: دقق النظر في كلمات إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: لعظم ثواب الصلاة، الصلاة الواجبة التي نؤديها والصلاة المندوبة أيضا إذا ما أديناها، لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي أبويه الأفضلين محمد وعلي. دققوا النظر في هذه الكلمة وتدبروا فيها، هذه الكلمة تحدثكم عن تعظيم قدر محمد وعلي في صلاتكم، فحينما تبترون ذكر علي إنكم لا تعظمون قدر علي في صلاتكم.